أنا طبعا جدا سعيدة باللي صار الليلة، يعني شيء صراحة مش متوقع بالحقيقة. طبعا إحساسي يعني ما ينوصف، لأن هذه أول حفل موسيقي كامل لي، خاصة إنه بيوم مميز مثل هذا اليوم اللي هو يوم المرأة الإماراتية. فأكيد أنا جدا سعيدة كوني أني أنا موجودة أكيد بمكتبة الشيخ محمد بن راشد بهذه المناسبة السعيدة. النهاردة الحفل هو جزء من احتفالات الدولة، يعتبر من الاحتفال بالمرأة الإماراتية ويومها. شايفة إزاي الفن ممكن يساهم في تعزيز دور المرأة الإماراتية في المجتمع؟ أكيد له دور كبير، لأن إحنا حاليا أو العالم كله قاعد يشتغل على القوة الناعمة، ومن ضمن القوة الناعمة أكيد هي الموسيقى. فهذا الشيء يعزز مش بس من المجتمع، ولكن كدولة أكيد في مكانته في العالم. طبعا إحنا في الإمارات خلينا نقول هي أرض الفرص، وأكبر دليل على هذا الشيء مشاركاتي في الفعاليات الثقافية والدبلوماسية، سواء كانت داخل الدولة أو خارجها. فهذا دل على أن بالعكس يعني إحنا قاعدين نشتغل على أعمارنا، هذا أولا كإحنا فنانين، وأيضا في عندنا دعم من الحكومة أكيد. إيه الرسالة اللي ممكن تشاركيها مع الشباب الإماراتي وشباب العربي بشكل عام اللي بيحلم يكون فنان، أو حتى البنت اللي بتحلم تكون فنان؟ أنا دائما أقول كل شخص عنده موهبة في أي مجال من المجالات، إن إحنا لازم نشتغل عليها ونطورها، لأن هي راح تكون مستقبلنا. شايفة إيه النصائح اللي ممكن تقدميها للشباب اللي هو بيرغب إنه يطور مهاراته الصوتية ومهاراته الفنية؟ في أي شيء، يعني خلنا نقول لو إحنا بنتكلم في الموسيقى، سواء كانت غناء أو عزف لأي آلة، دائما هي الممارسة. لو هتهدي المرأة بشكل عام أغنية بشكل عام بشكل رسالة، إيه الأغنية اللي ممكن تهديها لها؟ أحب صوتك، مثل ما ذكرت هذه الأغنية يعني لها مكانة خاصة، وهي في ذكرى الشيخ زايد الله يرحمه، وهذا يعني يذكرنا كيف أن قائدنا مهد لنا كل هذه الأشياء، وهو اللي خلانا نوصل لهذا المكان. صيغت به حكمه.